يا جماعه واش راكم ديروا هنايا؟ رانا ندعموا في الاخوه تاعنا في ليبيا ان شاء الله بالمصروف هذا بالعور اللي بعد عام وحدك انت بالعور خلي صاحبي هذا خلي نجيب لي بلادي هذا السي خويا راح يطلب في الجوامع في الفاتر اش راك تصرف باش يدير الفيزا يدير الفيزا تاع هذا تاع الجامع هذا يدير الفيزا انت واش خليت لهم تاع مالي انت تاع مالي ما خليش خليت لهم بص على شوف شويه الدعم المالي شويه الاخوه في سوريا شويه في ليبيا ياك وتزيني وخلوا لهم احنا ما كاعدناش ما عندنا هنايا والشعب والشعب واش يدير واش يدير واش يدير الشعب اسمع اسمع واش يدير واش يدير وتزيني واش يديروا ما عندناش دراهم واش نديروا ما عندناش دراهم ما عندناش دراهم عندكم الصرف ماشي دراهم انتم الدوله تاعكم واش ما خلات لنا بعد سلال واسمه ذاك شاكيب خالي انا تخاف لا 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 ما فيك كوبي انا خلينا اسمع خلينا بوليتيك اسمع خلينا بوليتيك هضرنا على الحاله الاجتماعيه في الجزائر راهي في حاله يرفع لها واش عندي عندنا كلش عندنا البترول عندنا الغاز انا عايش نبيع ما نسحقوا لي توريز نسحقوا عندك بضاعه سيد راولاتي سيد راولاتي سيد راولاتي سيد راولاتي يحسب جو اسمع علي بابا 40 راس اسمع يا جماعه رانا في رانا اصلا رانا في كاف اسمع رانا في الكاف نتاع علي بابا الله يبارك الله يبارك اديتي زيد هاك هاك شوف 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 التضامن شوف التضامن الاجتماعي شوف 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 بصح بنسقسيكم سؤال علاش علاش لي بيساونا كاع فيهم الحيوانات احنا حيوان لا 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 اسمع لا 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 كاين حديث صحيح في صحيح مسلم دي دراهمي مصوم يوم الحيوانات دراهم مربيين والله يستر قسم بالله والله غير كنت حافظ الحديث هذا نزل دير عالم نزل عبد القادر واش كاين كاين واش كاين حيوانات كامل واش من حيوانات كاين في مكه هذا هي على بالك وشنو علاه داروا الحيوانات زعما حنا بس كاين عندنا حيوانات ولا شنو باسكو علاه لو كان يديروا زعما باريزوم تاع ماسينيسا صحاب الغرب يقول لك علاه ما داش سمي كان يديروا واحد فهمتني كيفاش يديروا بلو بيديس يخافوا يصراو لا بس حنا كي تكون شخصيه فازمو جزائريه واش باسكو حنايا شغل ما عندناش هذاك الريجيون ولا ما نديروش المقراني علاش ما نديروش لا باسكو يقول لك الاخرين يقول لك علاه ما ديرناش لا لا نديروا نديروا كل شيء نديروا في الورقه يدير لك باريزوم يدير لك بومدين كيما تاع امير عبد القادر ديروا ارمي عبد القادر باع البلاد لا 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 انت لا 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 هذا لا هذا هذا لا لا هذا لا لا ما باش ما باش هذا هذا لوبينيو تاعك لا 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 ما عنديش عباد ما عنديش فالا انا مانيش اسمع يا جماعه مانيش مسؤول على واش راه يهضر الامير صح الامير عبد القادر باع البلاد هذا هذا الاخر تاعك لوبينيو تاعك قرينا ليستوار وانا قريت ليستوار ماشي لا في الحرب تاعنا التراك خلاو علينا في 1800 كاكا خلاو علينا التراك هما جاو حمايه ولا جاو كذا كانوا قوة قوية كل سنة كانت نايزة بفرنسا عاد ديال 1800 1830 دخلوا وشنو؟ فرنسا فرنسا فيها 38 قال لك فرنسا قال لك الأولى الترك قالت لها ما تخممش يعني هنا وكلش انا قلت والله تخلت عليها كان الأسطول تاع الترك في الجزائر ماشي هاي في معركة في معركة نافارين 1827 خلاونا 27 هذيك ثما في الأسطول تاع الجزائر اللي خلاص ماركت لافارينا كنا في بوان فابل 1830 خدعونا التراك التراك خلاونا ما وقفوش معانا خلاونا شي شوف شوف زيد الدين تقول الجزائر تقول بلي الشعب فقير المال والبالون فقير تقول الشعب فقير ماشي فقير فقير اسمع تهضر في بوليتيك قال لك زوج صحاب راحوا البحر واحد عام واحد ست اشهر شكون اللي قالها هذه؟ سلال هذوك سلال الاخرى قالوا الصحافه يدي عليك لافريسو مع المعارضه بصح ما راكش تشوفوا باللي اسمع قالوا الزوج راحوا للبحر قال له واحد عام واحد ست اشهر الصحابي قاعد عمو قلت له ابو فهمي الفيح الله يبارك الله يبارك البحر واحد عام الله يبارك ما كان واحد انا شوف انا صدمني دين ربي اسمع عندي اسمع حاجه ما تخلعني فهمتني كيف الحمد لله خلاص ملا ملا كلمه اخيره شوف هذا اللي بغيت نهضروا على الجديد لك هكذا واش ندير واش ندير اولا لا بصرا بوليتيك ما نهضروش على البوليتيك نهضروا على الحاله الاجتماعيه لا لا باش نهضروا على البوليتيك نهضروا على الحاله الاجتماعيه نهضروا كلش لا لا بصح لا 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 ما خلاص دوكا خلوا الناس هذا خلوا الناس تخدم خلوا الناس تخدم خلاص دوكا عندنا دوكا حكومه جديده خلوهم يحكموا كيف الجزائر والجزائر هايله واش مسؤولين تاعنا كاع 10 على 10 بارك الله فيك وانا عايشين بالفي بالله يا سلام شوف شوف الاستوماتيك هاي 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 هاي
خلاص وكل دوله قلنا حلوا الحزام كلوا تبتعوا عيشوا بصح رانا عايشين ولا لا لا عايش لاباس بينا الحمد لله الحمد لله احنا كلش الحمد لله الحمد لله كاين ناس مشتاقين خبز مشتاقين اخويا بصح كاين ماشي غير في الجزائر ماشي غير في الجزائر ماشي غير في الجزائر جاني واحد اقسم بالله غير شحال في عمره بالك واحد 60 سنه والله غير يحلل فيا سبحان الله باين بلي ما عندوش الله بصح اسمح لي بس اسمع جاتني مراه هنايا جاتني مراه هي ديفورسي وليدها دخلاته باش يشري هي قالت لي انا راجلي مطلقني وكذا وليدها حب يدي كتاب وتبكي باكي قلت لها خلاص خلي يدي واش تبكي بالدموع قلت لي ما عندي حتى ندخل ما عندي والو الماكله ماشي هكا زيحنا ربي دار ربي دار هذا الانسان وثاني شعب ثاني ولا ثاني قويست ما يعاون خو واحد ما يعاون خو لا بس لا والله غنعاون والله انا كاين ماشي نقول ما كاينش بس على ماجوريتي نو دوك واحد جهلي هبط بحا يشرب زوج بلا يشرب وما يمتش 1000 راك الخبز ماشي ربي يحفظك ان شاء الله الحمد لله ربي خلق المنفاه باش يخدم على الفقير ايه وبصح انا نشوف بين هذا السي دوك راه نشوف بالك الكونترير بالك الفقير هو اللي راهي كاين مسير والله غنهضر صالح اللي فتحت له بيبان الجنه والله العظيم غير مشتاقين مشتاقين والله غير مشتاقين بزاف ولادهم عليا ما كاينش محتمه شنو قال عندي وليد هاد ديجان كبار ما يخدموش تاخذ راه يخدم ولاد براسه شونطيات يهملوا ما كاينش تلقى ما قال لك مطلقه وخلي زوج ديال ثلاثه وهو ما يقول لك طلع للجبل ولا هرب همل ما بانش ما كاين لا انا بصح كاين فاسم اللي راه مهملين ولادهم تلقاهم برا تلقاهم خلاص يا ولد هذا اللي هم البال الاخر هربوا للخير ولهنا عندهم بيسين وفيلا مش تعرف اسم واحد هضرت مع واحد الطريق تاع البومبا تاع ليسون تاع الواد فايت كان دراري صغار فما كيبيعوش منهم صغار يجوزوا مسك على هذوك الكلاب كان صغار يجروا بالطوبيلات كان الفوضوي من تحت يبيعوا ثم النوار يخرجوا يبيعوا بصح صغار قلت شنو هما في الطور في الطريق يا ودي كاين عجب خلاص كلمة أخيرة جاي معايا شوف كنا دراهم شوف روحنا نهضروا على هضرنا هنا نهضروا على 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 رانا وربع لي صافر وحوس على الطيارة طاحت باش نديك البلاد اسمع أعطينا كلمة أخيرة ربيع الله يجيب الشفاء كل واحد يزوجنا واش تقول لنا الجماعة بس الناس اللي هذوك باش نحطها أنا في الفيسبوك عندو يعني الجماعه راه يشوفوك في الفيسبوك يا خويا اللي عنده حاجه في قلبه يهضرها ما كاينش الخوف ما كاينش منها سمعك سمعك معني سمعك 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 معني علي سمعك معني عليا لا 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 ايوا معني عليا معني عليا كلام موجه لي شو بالزبده كوبي كوبي الخوف من الوالدين وربي سبحانه كوبي هذا الباطل اسمع هذا خويا اسمع شي اسمع على خرينا ولا انت خويا اسمع انت ماشي شاوي حر اسمع 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 خلينا هذا اسمع واش تقول الناس كلمة أخيرة واش هضر واش هضر الله يزوجك يا خالد واحدة أخرى هذه برا هندية ماشي هذه كوفي يا جماعة اسمحوا لي لازم كوفي هذا مكان واش رايك في مستقبل الجزائر ولا مستقبل الجزائر حنا نقولوا خدي دوت سيك الجزائر ان شاء الله مازال هذو لي ريسبونسابل ما كاين حتى مستقبل البلاد هذه حطها امين حطها هذا واحد اسمع امين امين اسمع مانيش مسؤول شو يهضر امينه حطها نورمال ورا المشكل بصح بصح نورمال الحكومه جاب لي ربي راه يخدموا لا ما كاينش لا ويخدم دونك مازال المسؤولين ولي ريسبونسابل هادو ما كاينش مستقبل البلاد حتى يجي يجي الجديد ويخلصوا كاع يجي يجي تاع اللي زاد في 91 والله سمع هذا ميساج للحكومه الناس مساكن شتا عندها ترواج جورنال الناس اللوجمون اللوجمون سوسيال لا لازم لك كارطه تاع الفوت باش يعطيه له لوجمون ما كاينش منها ما كاينش منها هذا كان يتمسخر هذا كان يتمسخر هذا ما كاينش منها علاش باش تسكن لازم عندك كارطه ما كاينش منها ما كاينش منها يا جاح ويدار جي يذبح رئيس بلديه تاع البيضاء كاين واحد تاع بيستقبلها كيقول يدخل يستقبل بلا ما نقول على السكنه باش تربو السكنه فوتيت قالك بغيت نقول الوالد اسمع اسمع لا لا اسمع لا 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 من شوف اسمع واش واش من دوش نتمنى ان شاء الله برك البلاد الله يجيب الخير على كل حال الله يشافي كل مريض واسمع واللي سرق اسمع اللي سرق واللي راه ينهب هذا الله لا تربحوا اسمع وكلش بيد ربي حنا شباب بالله ربي سبحانه وتعالى وريحنا نخدم والو ريحنا في السبيطار في الاوبيتال خلاص 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 الله يشافي المرضى السلام عليكم